جهات عدة تشاركت للعمل على توزيع الخبز والمياه للمواطنين في أحياء وقرى محافظة العقبة. مخابز المدينة والتي بدأت بالعمل منذ ساعات الفجر سجلت طاقة إنتاجية كبيرة لإنتاج كميات كافية من الخبز تكفي احتياجات المواطنين. قسمنا مدينة العقبة إلى 12 منطقة حي سكاني، تعمل كوادر التي تعمل مع إدارة غرفة الطوارئ وأزمات محافظة العقبة بتشاركية كاملة على توزيع مادة الخبز على هذه الأحياء بانسيابية وبمشاركة من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. عدم تقيد بعض المواطنين بترك مسافة بين بعضهم البعض تسبب بإعاقة في تنظيم عملية بيع الخبز، الأمر الذي أثر على الوصول للسكان كافة، فالبعض كان يعتقد أن التوزيع سيكون من خلال المنازل. تقوم مديرية صناعة تجارة العقبة منذ البارحة بالتفتيش على المخابز وتوفير مادة الطحين، وكذلك أن تكون المخابز عاملة منذ ساعات أمس وعاملة على مدار الساعة إن شاء الله، وجميع المراقبين بالمخابز. أرقام هواتف تم تفعيلها لغايات توصيل الدواء ومستلزمات الأطفال للعائلات ضمن خطة وضعت من قبل الجهات المعنية، تتضمن أيضا التعامل مع الحالات المرضية الطارئة. 12 تجمعا سكنيا تجري بها عمليات توزيع الخبز والمياه وسط متابعة وإجراءات أمنية لمنع تزاحم وتجمهر المواطنين، إلا أن غياب الوعي لدى المواطن بأهمية اتباع إرشادات السلامة العامة وترك مسافة أمان بات ضروريا للحد من انتشار فيروس كورونا. صفا خوالدي، المملكة، العقبة.